مشاهدينا، لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من نيويورك ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية. ياسر، بعد التحية، ما هي أبرز الموضوعات التي من المتوقع أن تطرح خلال هذه القمة الثلاثية في كامب ديفيد؟ رغد، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. هذه القمة يجب أن نقول أنها قمة هامة في البداية، بل هي من الأهمية بمكان لأسباب كثيرة. جاءت الدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رئيس كوريا الجنوبية يان سيوكيول، وأيضا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا. أما كما طلعتنا وسائل الإعلام الأمريكية وأيضا كوريا الجنوبية تحدثوا بأن هناك بحث لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي، أيضا سوف يكون هناك تباحث في تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية بشكل غير قانوني، أيضا هناك تبادل كبير للمعلومات في مسألة الذكاء الاصطناعي وأيضا في مسألة سلاسل التوريد. هذه الملفات وغيرها سوف تكون على مائدة القمة. أيضا يعني الأهمية لهذه القمة رغدة تأتي بأنها هي المرة الأولى التي يستضيف فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن أي زعماء من الخارج في هذا المنتجع الريفي في ولاية ميريلاند. أيضا هناك أو كان هناك توترات كبيرة بين كل من كوريا الجنوبية واليابان يرجع إلى العام 1910، حيث كان هناك احتلال لشبه الجزيرة الكورية الجنوبية منذ العام 1910 إلى العام 1945. بطبيعة الحال كان هذا من قبل اليابان، كانت هي المحتلة لكوريا الجنوبية. أيضا سوف يكون هناك ملفات كثيرة، وسوف ينتج كما تحدثت وسائل الإعلام الأمريكية عن ربما تكون مسودة مبادئ. هذه المبادئ لم يعلن عنها يعني، ولكن سوف تكون عن خريطة طريق للعلاقة الثلاثية بين هذه الدول، وهذا ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية رغدة أن تفعله في يعني تجميع التحالفات في هذه المنطقة، منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي، في مواجهة الصين. الصين بعد التقارب الصيني الروسي يعني تحاول الولايات المتحدة الأمريكية بالترغيب طارة وبالترهيب طارة، وأيضا بمثل هذه القمم والتحالفات. كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد يعني تحالفت في السابق في تحالف أيضا ثلاثي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وبريطانيا.